بسم الله الرحمن الرحيم. هذا راح أشرح راينو. جافا سكريبت انتربريتر. طيب طبعا كيف يشتغل راينو؟ راينو يشتغل لك بشكل التالي. عندنا input جاي من الجافا سكريبت، او بالاحرى جافا سكريبت بروجرام او برنامج او سكريبت مكتوب لغة الجافا سكريبت. يروح البرنامج هذا الراينو، موضوع بعدين هنا راينو يسوي له عملية execution هنا ويطلع لنا الريزلت حقت البرنامج. يسوي له execution يطلع لنا الريزلت حقت البرنامج او الاوتبوت حق البرنامج. طبعا راينو يسوي تقريبا يعني بشكل عام يسوي عمليتين مهمات، والعمليتين هي بشكل التالي. عندنا هذا الجافا سكريبت كود راح يدخل على راينو. هنا عندنا هذا راينو، زين. طيب يصير له جوا راينو يصير له عمليتين. العملية الأولى اللي تتم جوا راينو هي عملية ال compilation، راح يمر على كومبايلر جوا راينو. هنا الكومبايلر هذا راح يعطينا انترميديت كود. انترميديت كود هذا خاص براينو نفسه. بعد كذا راح الانترميديت كود هذا يمر على الانتربريتر نفسه اللي يسوي له الاكسكيوشن وعملية التنفيذ. طيب السؤال اللي يطرح نفسه الآن، بعد كده طبعا يطلع لنا الاوتبوت من البرنامج اثناء عملية التنفيذ. لو عندنا مثلا لو الجافا سكريبت ياخذ انبوت، طبعا الجافا سكريبت ياخذ انبوت، راح يجينا الانبوت بشكل التالي. هكذا راح يكون الانبوت رايح، هذا هو الانبوت. طيب السؤال اللي يطرح نفسه الآن هو الآن راينو وش الفائدة، وش بالضبط يوفر للبرنامج أو الجافا سكريبت كود اللي عندنا أثناء تنفيذه. طبعا نقدر نقول إنه راينو يوفر شيء يسمونه الـ execution environment. زين، هذا هو أهم شيء يوفره راينو، execution environment، عملية التنفيذ. بالإضافة طبعا إلى أنه الشيء الرئيسي اللي يسويه أنه يحول الجافا سكريبت إلى انترميديت كود بعدين ينفذ انترميديت كود، لكن في شيء إضافي أو في أشياء إضافية يسويها أثناء تنفيذ الانترميديت كود. أهم شيء من الأشياء الإضافية هذه هو توفير الاكسكيوشن انفايرمنت، ونقصد بالاكسكيوشن انفايرمنت هنا مثلا الكول ستاك، مثلا التفاهم مع الجافا بحكم انه راينو مكتوب لغة الجافا، واشياء كثيرة ثانية طبعا لما اشرح راح تكون اوضح. طبعا راينو الغرض منه لما تم كتابة راينو كان الغرض منه هو انه يوفر عملية او يساعد، ليس الغرض منه طبعا. لو لاحظنا في جافا سكريبت انتربريترز كثيره، يعني في جافا سكريبت ال V8 انتربريتر V8 اللي هو اللي تابع من جوجل والموجود في كروم، وفيه سبايدر مونكي اللي موجود في فايرفوكس. طبعا بالمناسبه راينو من مجموعه موزيلا اللي مسويه فايرفوكس. الفرق بين راينو وبين هذولي، بين الاثنين هذولي، هو انه المقصد من هذولي الاثنين هذولي انهم يكونون انتجريتد مع براوزر زي الفايرفوكس وكروم، فجزء من براوزر.
تنفيذ الجافا سكريبت الموجودة. فبراوزر ياخذ يتكفل بال HTML كود والأشياء وأشياء كثيرة ثانية، والإنجنز هذه تتكفل بتنفيذ الجافا سكريبت إذا كان في جافا سكريبت. لكن بالنسبة للراينو إنه الهدف الأساسي منه هو شيء يسمونه جافا سكريبتينج، معنى إنه في شكوى من إنه لغة الجافا لما تبغى تكتب شيء بلغة الجافا بشكل سريع، برنامج سريع بلغة الجافا، إنه يعني في نوع من التعقيد، في أشياء كثير لازم تكتبها، لازم تعرف التايبز، لازم تعرف، لازم تلتزم بالتايب سيستم، أشياء كثيرة في لغة الجافا. ف بينما لو بتكتب نفس البرنامج جافا سكريبت بروتوتايبنج بيكون سريع جدا. فالفكرة هنا إنه نسوي شيء اسمه جافا سكريبتينج، بحيث إننا نكتب جافا سكريبت، برنامج بجافا سكريبت، لكن البرنامج هذا له أكسس على اللايبرز حقات الجافا. يعني معنى إنه لما تكتب الكود حق جافا سكريبت تقدر مثلا تسوي أوبجكت من نوع فايل، يعني هو أوبجكت جافا. راينو هو اللي يعطيك الخاصية هذه، بحيث انك لما تنفذ البرنامج عن طريق راينو، تنفذ جرب برنامج الجافا سكريبت او سكريبت اللي مكتوب جافا سكريبت عن طريق راينو، في انه راينو راح يتعرف انه فايل هذا موجود في الجافا، راح يتيح لك انك تستخدم اللايبراري حقت جافا، وبالتالي تستطيع انك تكتب برامج تشتغل على الجافا فيرشوال ماشين بلغة الجافا سكريبت، تستطيع من خلال اختبار اشياء كثيرة. طيب قبل ما نبدأ الآن أبغى يعني أشرح يعني راينو يعني كيف يشتغل، لكن قبل ما أبدأ راح أعطي مثال البرنامج شغال، برنامج جافا سكريبت صغير، وأشوف كيف وش نتوقع من انتربريتر لما نشوف البرنامج هذا. أول شيء راح أشرح بشكل سريع كيف البرنامج راح يتنفذ، كيف راح تكون الميموري بالنسبة لي أنا أو أي شخص ثاني كمبرمج جافا سكريبت، كيف مبرمج جافا سكريبت يشوف الميموري حقت الجافا سكريبت هذا. بعدين راح اشرح كيف راينو فعلا يسوي امبلمنتيشن للخدمات اللي يوفرها اللي مطلوبه في هذا البرنامج في الفيديو التالي.